السيد الحسن البوريقي كان من بين أجمل الأصوات التي شاركت في برنامج مواهب مع المدير الجنرال، وتم اختياره من أجمل الأصوات فيما يتعلق بطلب الحدود. مصطفى الوريقي مدينة أسافي، فنان مدينة أسافي. جيت نحضر الحفل ديال جمعية الأمل لإحياء كرة مدينة أسافي. بارك الله، أصوات في المستوى، ناس يعني فنانة وموسيقيين في المستوى. مدينة أسافي خصها شوية تشجيع. مدينة أسافي تبارك الله يعني كتزخر بمجموعة من الأصوات، لا النسائية ولا الرجالية. تبارك الله مدينة عريقة خاصة شوية تشجيع، ومدينة كنتمنى أنه يتفقوا بها المسؤولين، لا من الناحية الثقافية ولا من الناحية الفنية، ولا يعني ناس متعطشة بحال هذا الشيء. فكنتمنى أنه يستمر بحال الأعمال ويزيدوا بهذه المدينة بالتالي. وشكرا لكم. لا ماشي غير كتداول كتداول صافي. الحقيقة هنا خفينا العيادات بهم باش هي الحياة. السلام عليكم، تحية طيبة. معكم الحسن بوريقي، رئيس فرقة موسيقية وأستاذ من بعض الأصوات اللي ربما تسمعوها، يعني ورئيس جمعية الأمل لإحياء الثورات الفني. فيعني رأينا أننا نوصل واحد رسالة فنية لجميع ساكنة مدينة أسافي، وبالأخص يعني إخواننا والمحبين لهذا الجانب الترابي. فهذه رسالة كنحملوها وبغينا إن شاء الله توصل، أن مدينة أسافي فيها كل خير وفيها جميع الأنماط الفنية وجميع يعني الشعب الفنية اللي تحت على البال كاينة تبارك الله في هذه المدينة الشريفة. فيعني قلنا إن شاء الله نديروا هذه الفكرة ديال رياض الطرب باش تبقى، لأن هذه الدورة دازت الدورة الأولى وهذه الدورة الثانية، وكنتمنى أن يبقى دورات أخرى إن شاء الله للاستمرارية ولإبراز الفن والفنانين. فهذه يعني هذه البادرة خديناها على العاتق ديالنا، وكنتمنى الإخوان يلتحقوا، أي واحد عنده غير على هذا الجانب الفني فليلتحق. مرحبا بهم. فهذه رسالة كنوجهها لجميع الإخوان اللي عندهم إلمام بالفن، وهذه الرسالة اللي كان نذكر. فاحنا مستعدين لأي صوت جميل فمرحبا به، وأي عزف مزيان فمرحبا به. فهذه مدرسة ديال الجميع، ماشي ديالي أو ديال شي حد، فهي ديال الجميع، ديال المدينة وأهل المدينة وديال الوطن الحمد لله كامل اللي هو وطننا المغرب الحبيب. فتحية، وكنشكر الإخوان الصحافة على التغطية الإعلامية، وكنتمنى إن شاء الله الاستمرارية لهذا الفن واكتشاف الأصوات والفنانين ديال هذه المدينة. وشكرا. أعمل منك هام وتهيم تحياتي لكل اللي عم يشوفونا. معكم فنان لبناني شريف عيسى. نحن موجودين بمدينة أسفي لإحياء الحفل الفني بجمعية الأمل لإحياء التراث الفني. بصراحة نحن حبينا نشارك بهذا الحفل لحتى يكون في ترابط موسيقي وفني بين الشعوب العربية، حتى يكون في تواصل دائم. وهذه مش أول مرة، راح يكون في دائما لقاءات وحفلات فنية بالمدن المغربية، كافة المدن المغربية. إن شاء الله تزورونا. معكم الفنان شريف عيسى.